مكافحة الفساد ووقف تعويضات الشهداء والأسرى الفلسطينيين، هذا أبرز ما تضمنته خطة أمريكية مقترحة لإصلاح السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من تولي حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية. الصحيفة نقلت عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أنه وفقاً للخطة يسعى مسؤولون فلسطينيون لاستبدال تلك التعويضات المالية ببرنامج للرعاية الاجتماعية العامة وفقاً لمتطلبات واشنطن. بينما ذكر مسؤول أمريكي كبير أن هذا الملف يشهد تقدماً كبيراً، متوقعاً تطبيق تلك الإجراءات في القريب العاجل، لكن وبحسب الصحيفة ستظل هناك العديد من العوائق قد تظهر لتطبيق الخطة نظراً لأهمية تلك التعويضات لكثير من الأسر. برنامج التعويضات يمنح آلاف الفلسطينيين وعائلاتهم دعماً مالياً في حال إصابتهم أو سجنهم أو قتلهم أثناء تظاهرهم أو قيامهم بأعمال احتجاج ضد إسرائيل، كما يوفر الدعم للعديد من الفلسطينيين الذين يتصدون للقوات الإسرائيلية، وهو ما تعتبره إسرائيل بأنه يحفز الإرهاب، بل تطلق على البرنامج المذكور عبارة الدفع مقابل القتل.